متواصل، والحمد لله انا قدرت اجي احضر الفقره دي لان الفقره دي مهمه جدا بالنسبه لي، فقره كلام موزون. دايما ببقى مختاره المواضيع بتاعتها بنفسي لانها غالبا بتبقى مشاكل انا شخصيا ممكن اكون بمر بيها، وعارفه ان ناس كتير قوي تمر بيها. وضيفي النهارده بحب جدا الكلام معاه وبحب اخد رايه، وناس كتير قوي طلبت مني ان هو يجي تاني. دكتور كريم همام، استاذ علم الاجتماع بجامعه حلوان. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ النهارده موضوعنا مهم جدا كالعاده، هو مهارات تربيه الاطفال. ازاي نطلع اطفال سويه، اطفال ما تبقاش كذابه، اطفال ما تبقاش خايفه، اطفال هتبقى جيل جديد. فده محتاج مهارات، مش اي واحد يبقى اب ومش اي واحده تبقى ام. فعايزين نعرف من دكتور كريم يقول لنا لما الناس تيجي تتجوز يا دكتور، اول حاجه كده بينها وبين بعضها يتفقوا على ايه وينوا على ايه؟ ده كلام مهم جدا. يمكن فعلا كلنا بنواجه الحته دي، بنشوف ان احنا يا ترى مقبلين على الخطوه دي، عايزين زي بالظبط المقبلين على الجواز بيبقى كل افكارهم في حته الفرح وهنسافر فين وهنجيب البدله والفستان شكله ايه. ما يعرفوش ان في حاجه اسمها مسؤوليه. المسؤوليه دي هي اللي بتتبع بعد كده مجموعه من الافعال لازم انا اعملها، يعني لازم ابقى مهيئ نفسي تماما لاستقبال الاطفال دول. بتلاقي معظم الناس بتعمل التالي: بتعمل السرير بتاع البيبي، بتحضر اللبس بتاعه، تبتدي تحضر احتياجاته، ولكن قليل جدا منهم اللي بيبتدي يحضر نفسه هو لاستقبال هذا المولود. لان انت عارفه حضرتك، يعني في الدراسات العديده اللي هم عملوها لقوا ان معظم السلوك اللي بيكتسبه الابناء ما بيبقاش بس موروث، ولكن ايضا بيبقى من خلال البيئه المحيطه. اول حد بيتعامل مع الطفل هو الاب والام، فدي البيئه بتاعته. بيكتسب من اللي حواليه، من تصرفاتهم، صح كده؟ جدا جدا. فبيبتدي الاول اخد من ده واخد من ده، نظره العين، الكلام، الشكل، الاسلوب، طريقه تعاملي مع الناس، فبالتالي هم المرايه بتاعتنا. ابتدي احضر نفسي ازاي؟ ده اجابه حضرتك. ابتدي احضر نفسي بان انا اقرا كويس في الكلام ده. مفيش حد فينا معهوش موبايل، مفيش حد فينا ما عندوش انترنت على الموبايل. لو انت ما بتحبش تقرا وتدخل على المواقع تدور، اتفرج على اليوتيوب. بدل ما انا بضيع شويه وقت في ان انا بعمل سكرولينج او سيرفينج، بدور ببحث على الانترنت او على الفيسبوك في كلام ممكن يكون مش مهم قوي، لا ابتدي اتجه لان انا احضر نفسي للحد اللي جاي لي ده عشان خاطر اعرف اربيه تربيه وانشئه انشاء سليم قويم لقدام كمان. يمكن دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه كمان، في بعض سلوكياتي لما ببقى موجود في الجامعه عندي، وخصوصا ان احنا كليتنا مرتبطه قوي بالمجتمع، لان كليه خدمه اجتماعيه بتتعامل قوي مع الحته اللي هي بتاعت سواء اطفال او مسنين او كبار، فتلاقيني على طول بقول للطلبه بتوعي حضر نفسك دايما لده. على مستوى الدوله كمان احنا بنعمل حاجه دلوقتي هايله قوي، بيعملوا مشروع طبقوه السنه اللي فاتت في 5 جامعات اسمه موده، ما بين اي واحد واي واحده طالبه لسه او طالب هيتخرج، بعرفهم يعني ايه جواز ويعني ايه قدام يبقى فيه ابناء. المشاكل اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها بقى مشاكل مختلفه جدا. مين فينا ما واجهش مشكله ان ابنه ممكن يكون عصبي شويه؟ حضرتك كنت نازله بتشتري حاجات، تلاقي ابنك معاكي او بنتك عايز حاجات ازيد او بيشبط في كل حاجه، صح؟ واجهتي قبل كده؟ ممكن تلاقي حد فيه ممكن بيصرخ او اللي هو انا عايز ده ويبتدي عايز يلفت النظر. في اطفال بتبقى عايزه تلفت النظر جدا جدا جدا. حضرتك يعني اصبتي اللي هو قلب الموضوع. الطفل اللي بيبقى عصبي ده المفروض ان انا افهم هو عصبي ليه. هل دلوقتي هو بيصرخ اعمل ايه؟ هل ان انا البي له الغباطه على طول عشان خاطر الناس بتبص لي؟ الناس اللي حواليا دلوقتي عمالين يبصوا عليا، فانا اعمل ايه؟ دي مهمه جدا. معلش هقطع كلامك. اتفضلي. في اطفال بتبقى فعلا في المكان بتصرخ وتصوت وكده، في ام بتبقى مهمله الموضوع جدا وسايباه متمرمغ في الارض عادي وهي ولا كانها سامعاه، وفي ام تلاقيها شغاله ضرب فيه. يعني طب الام تعمل ايه في الحاله دي؟ ده شيء مين ممتاز. فيهم اللي صح ولا الوسط ولا الاثنين ممكن يكونوا غلط؟ لا. هو المفروض كمان على حسب الحاله. في بعض الاطفال لما بيجيبها نوبه الغضب دي بيبقى عندهم كمان بيبتدي ان هو يعيط، يوصل لدرجه انه مش عارف ياخد نفسه. فبتبتدي الام تزعق له عشان خاطر يبتدي يعود تاني للرشد بتاعه الوعي بتاعه اطلاقا. ده مش الصح. الصح ان انا ابتدي هديه الاول واكلمه. في الحته دي في حاجتين: طريقه الكلام تبقى عامله ازاي، اسلوب الكلام، والتوقيت مهم جدا. حضرتك اشرتي ان ممكن ان هي ممكن تسيبه يتمرمط في الارض ويخلص. بالنسبة للطفل العالم بتاعنا عالم كبير جدا. حضرتك تخيلي كده بالحجم بتاع حضرتك ان في واحد واقف قدامك بحجم مضاعف لحضرتك،
زي بالظبط الفرق ما بيننا وما بين الطفل. الطفل اقصر مننا بكتير، اقل حجما بكتير، فشايفني قدامه حاجه كبيره والعالم اللي قدامه كبير قوي، فبالتالي هو شايف ان العالم ده محتاج يتعامل معاه ببدائيه لانه لسه ما اكتسبش الخبرات دي، فيبتدي يصرخ عشان عايز الحاجه او عشان البي له الطلب ده. المفروض ان انا بتجاهله لفتره من الزمن، اول ما يبطل يقف اروح باصص له وابتدي اتكلم معاه. طريقه الكلام هنا بقى بتختلف جدا ومهمه قوي، لان هو في العادي والعموم نداء الشخص باسمه تقدير ليه مع الاطفال بيخليه يحس بالانتباه. ونبره الصوت هنا كمان مهمه جدا، في بعض الامهات او بعض الاباء بيبتدوا ان هم يزعقوا، بيفتكروا ان الزعيق ده هو الحزم المطلوب، ولكن مش هو ده الحزم المطلوب. المفروض نبره الصوت تبقى حازمه مش عاليه. عملوا تجربه في مره وجابوا ام وابتدوا ان هم يزعقوا لها في مايك كبير وقالوا لها سمعتي اللي احنا قلناه؟ فلقيتهم بتقول لا انا ما سمعتش، انت كنت بتزعق. ده ذاتيا بالظبط نفس الشكل بالتحديد، انا بزعق للولاد بيفقدوا القدره على انهم يميزوا. طيب نبره الصوت عامله ازاي؟ حازمه، فلان كنت بتتكلم في ايه؟ طيب فرضا اهمل كلامي او كاني، وده غالبا بيحصل يعني، دي النقطه الثانيه. يعني بص لي وما ردش مثلا. بالظبط بالظبط لحاجتين. النقطه الثانيه اللي كنت بتكلم فيها هي نبره الصوت رقم واحد. النقطه رقم اثنين حجم الطفل بالنسبه لحجمنا كبير قوي. انا هعمل التالي اللي تقريبا معظمنا شافه او سمعه او عارف ممكن عنه، هنزل له بجسمي عشان يبقى في مستوى. مجرد ما نزلتي في مستوى الطفل بعمل حاجات كتير قوي منها، حتى بناء حاجات في الشخصيه بتاعته مهمه جدا في الوقت ده. مجرد ما بنزل له كده هيبتدي التركيز معايا يبقى قوي جدا. هقول له انا لاحظت ان انت من شويه كنت بتعمل واحد اتنين تلاته، كان في ايه؟ اقصد اقول هنا الحوار بس بطريقته هو، لان هو هيتكلم معايا في ان هو عايز دي عشان كذا عشان كذا عشان كذا. هقول له طيب احنا مش متفقين ان دي كذا كذا كذا. ابتدي اتحاور معاه في هذا الامر. مهم جدا عدم تلبيه رغبه الطفل في هذا التوقيت. ليه؟ لان لو لبيت رغبته هيعمل كده تاني ويعرف طبعا ان الزن او العياط هو ده اللي هيلبي. الله ينور على حضرتك. لان انا اتخذت اسلوب، الاطفال اذكياء جدا، الذكاء الفطري اللي عندهم عالي جدا، والعناد عندهم كمان بيدل على الذكاء احيانا كثيره. فلما ابتدي ان انا انا صرخت وعيطت قلبت الدنيا، وبالتالي بعديها بابا او ماما عملوا معايا كده وسمعوا كلامي، هو ده الاسلوب. او ممكن اتخذ اسلوب تاني كمان. انا سمعت الجمله دي اصل قبل كده، انا بعيط عشان يعملوا لي كده. بالظبط. سمعتها كتير قوي. بتلاقي فعلا ان هو الطفل بيتخذ كمان، لو ما عملش ده هتلاقيه بيتخذ اسلوب تاني وتالت ورابع. احنا عندنا ثلاث مراحل في العمر بمناسبه الكلام ده. لغايه 6 سنين 7 سنين المفروض ان انا ببقى بلعب معاه، بكتشف هو بيفكر في ايه. والحته دي حلوه قوي في تنميه المهارات اللي كنا بنتكلم عليها بالنسبه للطفل. ببتدي اشوف هو بيفكر في ايه، اهتماماته ايه، يا ترى الالعاب اللي بيلعبها ايه. فابتدي انزل معاه الارض والعب معاه. بمناسبه الالعاب، في بعض الالعاب احنا مهملينها تماما، يمكن التكنولوجيا اللي موجوده عندنا، وان برضو دي مرتبطه بتجهيز. دي مأساة للتكنولوجيا، مأساة جدا لو انا اهملت ان انا خلاص انا سايب الامر للتكنولوجيا فقط. يمكن دي مرتبطه جدا كمان بالتنشئه بتاعتي انا الاول، قبل ما ابتدي او اتعلم انا الاول قبل ما ابتدي اتعامل مع ابني. لو انا سبت التكنولوجيا اللي تتحكم، اذا فدلوقتي هيبقى كل اللعب يا اما بلاي ستيشن يا اما هسيبه يتفرج على التلفزيون عشان خاطر يبقى بعيد عني شويه. في دراسه قالت ان في 70% اللي هي 7 من 10 اولاد في المجتمعات بتاعتنا عندهم تلفزيون في الاوضه بتاعتهم. ده جميل. معنى ذلك ان انا سايب التربيه والتنشئه للتلفزيون فقط بدون حتى الرقابه اللي انا المفروض اعملها، حتى لو انا بدخل ابص على التلفزيون كل شويه. طيب يعني نعمل استرس ان التلفزيونات في اوض الاطفال دي حاجه مش حلوه. طبعا صح؟ لازم ليها توقيت معين. اصل انا دايما ليا وجهه نظر في كده، والاقي دايما اللي حواليا ليه مش حاطه تلفزيون في اوضه الولاد. ده صح. المفروض نحط تلفزيون، هي مش شياكه على فكره. خلص. ومش غنى ومش حاجه لطيفه خالص. خلص. بالعكس. اطلاقا. لان حتى الاشعه نفسها بتاعه التلفزيون اللي انا اعرفه معلوماتي يعني مزبوط. غلط لما يبقوا هم بيناموا ان الاشعه فيها الترا فايلت ريز تبقى جايه عليهم وهم نايمين. ده كلام سليم. صح كده. يمكن كمان من الناحيه العقليه لو بنتكلم على الصحه النفسيه بتاعه الولاد. بيأثر جدا. بيسبب لهم حاله من التوتر. انا دلوقتي بتفرج على عنف مبالغ فيه، وكمان يمكن تكون انا ما بلعبش رياضه معينه، او حتى الرياضه اللي بلعبها فيها عنف. ده انا مش هبقى عنيف فقط، ده انا هفقد قيمه الرياضه اللي انا بعملها واوديها في حته تانية خالص. نيجي للحته بقى الجميله بتاعه اللي هو طب انا اتكلمت معاه وكمان نزلت له وابتديت اتحاور معاه وكمان اديت له ان انا ده مش هيحصل المره دي. هاجي بقى في الحته الثانيه اللي جنبيها على طول ومهمه جدا على نفس السياق. انا دلوقتي اديت لابني الحته دي في 7 سنين الاولانيه ان انا هبتدي العب معاه.
طب السبع سنين التانية لغاية ما يبقى عنده تقريبا 10 11 سنة هبتدي أعلمه حاجة اسمها الانضباط. ده مهم قوي في تربية الأطفال في هذا الوقت. لو أنا معرفتش أستغل هذه الفترة الزمنية، وبخصوص الفترة الزمنية اسمحوا لي أقول نصيحة كمان. الأطفال لما تسألوا في مرة في أحد السيرش اللي كانوا بيعملوه لقوا قالوا التيلي، قالوا إن الحب عندهم بيساوي تايم تي أي إم إي، كانوا يعني بينطقوها كده، معناها الحب عندهم بيساوي الوقت. هل يا ترى أنا بوفر الوقت لأولادي؟ وفي الحتة دي أنا بنصح دايما لو أنت موجود مع أولادك مع عائلتك خليك معاهم بالفعل، وتسيب الموبايل ونقفل التلفزيون ونتكلم. لسه حالا هقول كده، بتلاقينا دايما بنعمل التالي، يا اما لو ماسك جورنان ده لو الناس لسه بتقرا جرانين، يا اما او ماسك الموبايل بقلب فيه، او اوريدي فاتح التابلت او اللابتوب بتاعي وعمال بقرا فيه، عندي او بتكلم في التليفون، انا مشغول دلوقتي مش فاضي. قد ايه الكلمه دي بتؤثر تاثير كبير جدا على نفسيه الطفل ومدى شعوره بالحاجه المهمه في السبع سنين الاولانيه والسبع سنين الثانيه او لغايه سن 11 سنه. بتؤثر جدا في ايه؟ الطفل من الشخصيات او البني ادمين الحساسين جدا اللي ممكن يتاثر باي شعور، النظره نفسها بيبقى فاهمها قوي. لو لم يشعر بهذه العاطفه اللي هي اسمها الحب والاهتمام جداً. هو الاطفال عاده، وانا برضو بمر بالتجربه ديت، يقولوا لي ماما عودي وركزي معانا. أيوة. ركزي معانا، كلمة ركزي معانا دي يعني عودي بقى معكيش لا موبايل ولا ورق وقلم ولا أي حاجة خالص. بالزبط. هم فعلا بيبقوا محتاجين ده جدا. عندهم الحتة بتاعة التركيز والحب دي، والحب كمان عندهم لازم ان انا فاهموله كده. يعني ابني في الفترة التانية دي هيبقى فاهمني كويس جدا، وهيبقى فاهم الكلام اللي انا لسه هاجي اقول ان انا بحبك حب غير مشروط، بحبك مش عشان شكلك، مش بحبك عشان انت كنت شاطر النهاردة لما قلنا الضيوف انت عملت كذا وكذا، انت نجحت في المدرسة فده شيء هايل، انا بحبك عشان انت كنت كويس في كذا، لا لا لا، انا بحبك ليك انت، انا بحبك بشكلك، بحبك بشخصيتك، بحبك بطريقتك، بحبك عشان انت ابني. ده هيفرق معاه جدا، الحب ده هيبقى شيء اساسي في تربية شخصيته. الفترة التانية لغاية سن 11 سنة حتة الانضباط والالتزام، وان انا اللي بشوف صحابه وانا اللي بختار معاه صحابه واقول له لا ده فلان ده كذا دي كذا، بختار لبسه وبختار لبسها معاه كذا كذا. طيب بمناسبه اختيار الصحاب، كان في موضوع كنت عايزه اتكلم معاك فيه بالظبط، يبقى في حلقه تانية يعني ان شاء الله. قصه ان الطفل هل هو بيتولد بجينات كذب او جينات شر او جينات كده، ولا الصحاب والبيئه اللي حواليه هي اللي بتاثر عليه؟ عملوا دراسه، جميل السؤال ده، عملوا دراسه لقوا ان في حاجه اسمها البيهيفيرال جين او الجين السلوكي. الجين السلوكي بيكتسبه الطفل من الاباء، ولكن نسبته بتبقى قليله، ما بتتعداش ال 40%، بقيت 60% هي الاسره والبيئه المحيطه اللي بتشكل شخصيته. اقدر اكتشف فيها ساعتها مواهبه، اقدر انمي حاجات، اقدر كمان الحاجات والسلوكيات السلبيه ابتدي ان انا اقللها. هتبقى موجوده بنسبه ما لان دي متورثات، ولكن اقل، وهيقدر ساعتها ان هو يتحكم فيها. ودي اللي من سن 11 سنه ل 18 سنه. السن ده مهم جدا، يعني التحكم في الحته بتاعه الجينات من 11 ل 18، مش قبل كده. قبل كده من سن 7 ل 11 الانضباط، من سن 11 ل 18 ابتدي ان انا بقى اتحكم فيها بالطريقه دي، اهيئ له البيئه اللي حواليه. الله يعني الله ينور عليك. والحته دي مهمه قوي، فيها لفظ كده احطه ما بين دبل كوتيشن زي ما بيقولوا، اللي هو اركز عليه، الصداقه. انا هصاحب بنتي، هصاحب ابني في السن ده اللي هو من 11 ل 18 سنه. لو انا صديقته في هذه الفتره اضمن تماما ان انت بتخلق شخصيه سويه تقدر تقدم للمجتمع بني ادم فعلا يستحق ان هو يكون ابنك او بنتك. لسبب، انا بقى لي طفل معايا بقى له، او شاب معايا ده بقى له 18 سنه، بنتي بقى لها 18 سنه معايا، فال 18 سنه معايا انا عملت فيهم ده، انا غرست فيهم قيم وعادات وسلوك وانضباط. بمناسبه الانضباط، عشان ده مهم برضو جدا، الانضباط مش بس في الحته بتاعت اللي هو صحابك واختاري او اختار، الانضباط كمان في الاوقات المختلفه. يعني انا دلوقتي عندي مثلا لا الخروج عندي لغايه كذا، الخروج عندي هنعمل كذا، هناكل في الوقت كذا، لازم نحدد يوم هناكل فيه مع بعض عشان نجتمع كلنا مع بعضينا. الحته بقى المهمه قوي، الحته اللي هي السوشيال، كتير مننا بتلاقيه بيخاف على اولاده فما بيخرجهمش او قاعدين في البيت. انشغالات الحياة بتخليني مانيش عارف ان انا حتى اخدهم يتعرفوا على الناس، فالطفل بيبقى عنده انعزالية،
ما عندوش مهارات اجتماعيه في التواصل، فهيعرف منين الشخص اللي قدامه ده كويس ولا وحش، هيعرف لما يقابل فلان يتعامل معاه ازاي. فلازم ان انا اهتم جدا كمان فتره الانضباط دي بالحته اللي فيها تواصل ما بين الطفل وما بين المجتمع والعالم الخارجي بتاعه. صح، ودي مهمه جدا 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 كاهميه الباقي بالظبط. عندنا كمان الحته بتاعت الطفل يا ترى بقى في سن المدرسه وبيذاكر، دي بتهم امهات كتير قوي في حته المذاكره. لو انا قاعد بذاكر للطفل والطفل ده عصبي وعنيد ومش عايز يذاكر، فابتدى ان هو كمان وهو قاعد واحنا قاعدين بنذاكر مع بعض على الترابيزه ابتدى يقول لا الماده دي صعبه، ده 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 انت بتعملي كذا يا ماما في ايه، انا بنمر بيه ده، بنمر بيه، الماده دي صعبه، المدرسه مثلا ما بتشرحش كويس في الكلاس فانا مش فاهم، فتيجي انت بقى تشرح فلا مش مقتنع بيك. جدا فاه اه بنمر بيها. طب نعمل ايه بقى ليها شقين. الحاله دي ليها شقين رئيسيين، شق تبع البيئه بتاعه المدرسه وشق تبع الفكر بتاعه بتاع الولد او البنت. هو قاعد دلوقتي بيذاكر معايا وما هوش عايز دلوقتي يذاكر، فيبتدي يبتدع الاساليب المختلفه عشان يحطني في الزون، المنطقه بتاعه ان انا عندي مشكله في الحته دي، اكل واشرب وكده بالظبط. فتبتدي الام بتعمل ايه؟ تبتدي تتخانق معاه وتبتدي تعلي في نبره صوتها اللي احنا لسه قايلين من شويه. لازم تكون مش نبره الصوت العاليه، يبقى لا الحزمه هو اللي موجود، او نبرق. بالظبط، او تبرق او تبتدي تتخذ اساليب ثانيه. انا احطه في الزون اللي هي الثانيه، عايز اشده من السؤال والحاجات اللي هو بيعملها دي لحته لا احنا هنخلص ده الاول، هنحاول نفهم ده، هنركز فيه جدا، لان بعديها في عندنا مقابل ان انت تفهم ده، هديك فيه هديه كذا، مش شرط تكون الهديه ماديه، ممكن يكون كمان عندي وقت هنخرج فيه مع بعض. ممكن تبقى خروجه، ممكن تبقى هنقعد نقرا سوا، يعني انا مثلا ابني بيحب نقعد نقرا سوا. ده صح، وده جميل جدا، ده اللي بيفتقدوه الايام دي الناس. الحته الثانيه، الشق الثاني الخاص بالمدرسه، قد يكون هو مش فاهم، الابن ده ذكي جدا انا شايفه كده، ودي فيها حته مهمه قوي، ان انت وقت ما تيجي برضه مش لازم بس العقاب، لا في الثواب، لما تيجي تمتدح ابنك ما تقولوش انت اشطر ولد في العالم، انت احلى بنت في الدنيا، انت عال، لا لا. هو لما اخويا يسمعه هيقول طب امال انا ايه؟ او في الطبيعة هو كمان هتبتدي الانا عنده غرور، جدا غرور، ويبتدي كمان يفقد المصداقيه في لا انا مش محتاج اتعلم، انا مش محتاج انا احسن كذا. ولد في العيله بالظبط، انا امتدح السلوك اللي هو عمله وامتدح طريقته كمان، وخصوصا لو معاه اخوه او اخت او في مجموعه من الاولاد موجودين، بيبقى لو في واحد منهم دايما عايز يشد الانتباه زي ما حضرتك اشرت في الاول، فتلاقي ممكن اللي هو بيزعق او ممكن سلوكه عدواني شويه، بيلعب بطريقه فيها نرفزه، كل ده عشان عايزني ابص له. الصح ايه؟ التانيين قاعدين بيلعبوا كويس، انا مش همتدح ان هم كويسين، انا همتدح لعبهم الكويس. انا معجب قوي ان انتوا بتلعبوا بالطريقه دي، انتوا طريقتكم هاديه وجميله جدا. هيبتدي هو يركز معايا، فابتدي اقول له طيب انت ليه ما بتعملش كذا معاه؟ شويه شويه هتلاقيه اندمج. طيب سؤال، عشان ساعات بنمر بالموقف ده. أيوة. لما يبقى في طفل زي ما حضرتك بتقول كده في وسط اللعبه، واحنا فاضل لنا دقيقه على فكره للاسف، يعني نعمل معاه ايه؟ هل نعزله عن اللي بيلعبوا بطريقه عقاب، ولا هل مثلا نعمل ايه؟ طيب لو هما الاثنين اتخانقوا كمان، وعندك ولدين في البيت او بنتين او اتخانقوا، هل يا ترى انا اللي بصلح ما بينهم فساعتها بكون انا الحكم؟ اطلاقا. ادخلوا لو سمحتوا في اوضتكم او اقعدوا هنا على جنب ونقفل لما تتصالحوا تعالوا واحكوا لي عملتوا ايه. اوكي تمام. طيب. دكتور كريم انا بشكرك، وكان نفسي الحلقه تبقى اطول من كده، بس احنا لينا حلقه ان شاء الله اطول من كده. انا المره دي بجد والله طلع عشانك فعلا، يعني لان انا الموضوع كان نفسي جدا اتكلم معاك فيه، ونعمل حلقات تانية باذن الله. وبشكرك على وقفتك جنبي وتشجيعك ليا النهارده، ربنا يخليك. ميرسي جدا يا دكتور كريم. ميرسي، بشكركم. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، بعتذر عن عدم وجودي في الفقره الاولانيه، ويا رب تكونوا اتبسطتوا مع رحاب محمد ورحاب فتحي، وان شاء الله باذن الله حلقات تانية تكون مفيده ليكم. مع السلامه.